أحبائي الصغار، أهلا ومرحبا بكم مع يوم من أيام عيد الأضحى المبارك. هذا العيد السعيد، وبهذه المناسبة الكريمة من قلوب الأطفال الحلوة الطيبة الطاهرة نرفع التهنئة إلى حضرة الوالد الحبيب الشيخ جابر الأحمد. وإلى ولي عهده الأمين الشيخ سعد العبد الله وإلى أسرة الخير أسرة صباح الكرام، وإلى كل إنسان مخلص مسلم يحب الخير للعالم، ونتمنى أن يكون إن شاء الله فاتحة خير وعيد على الجميع، وكل عام وأنتم بخير. طول الأيام اللي مضت قلوبنا كانت تتبع أهلنا وتتبع المسلمين من جميع أنحاء العالم اللي كلهم التقوا في مكان معين. المكان هذا مكان مقدس وشريف على أرض طيبة في مكة المكرمة وعلى جبل عرفات. كانت قلوبنا تتابعهم وهم يؤدون فريضة الحج، الفريضة اللي الله سبحانه وتعالى فرضها على المسلمين جميعا، والتي هي أحد أركان الإسلام الخمسة واللي هي معروفة لكم طبيعي كلكم. فقلوبنا كانت معاهم وانتهت أيام الحج، وإن شاء الله نعيش أيام العيد وننتظر عودة الحجاج، نقول لهم حج مقبول إن شاء الله ويتقبل الله من الجميع. وأرحب بكم كلكم، وطبعا يهمنا كأطفال صغار إن احنا نعرف سبب تسمية عيد الأضحى. طبعا احنا نعرف إن هناك عيد الفطر اللي هو يأتي بعد شهر رمضان مباشرة، احنا نبي نعرف كأطفال سبب تسمية عيد الأضحى المبارك. تعالوا نشوف ونسمع. أراد الله سبحانه وتعالى أن يمتحن سيدنا إبراهيم عليه السلام، فجعله يرى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق وأحلامهم صدق. قال إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك.
فانظر ماذا ترى. قال إسماعيل: يا أبتي، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال إبراهيم: نعم العون أنت على أمر الله يا بني. وهكذا أطاع الابن أباه، فهو يعرف أنه أمر الله سبحانه وتعالى. وأخذ سيدنا إبراهيم ابنه إسماعيل إلى مكان قريب لينفذ أمر الله. قال إسماعيل: يا أبتي، اربطني جيدا حتى لا أضطرب، وبعد أن تنفذ ما أمرك الله به أرجو أن تقرأ أمي السلام. وربط سيدنا إبراهيم يدي ابنه إسماعيل من الخلف، ووضع جبينه على تل صغير، واستعد لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. ولكن سيدنا إبراهيم شعر بالألم والحزن العميق على ابنه الوحيد. كيف يذبح ابنه الحبيب؟ ورفع رأسه إلى السماء يدعو ربه. قال إبراهيم: رب اجعل لي مخرجا، رب اجعل لي مخرجا، رب اجعل لي مخرجا، رب اجعل لي مخرجا. وقبل أن تصل السكين إلى عنق إسماعيل، سمع سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل صوتا فيه النجاة من هذا الأمر الخطير. سمع من يقول: يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا وعزمت على تنفيذ أمر الله، ولذلك سيجزيك الله جزاء المحسنين وجزاء عباد الله المؤمنين. وسمع سيدنا إبراهيم أيضا الصوت يقول: لا تذبح ابنك يا إبراهيم، لا تذبح ابنك، إننا نفديه بكبش عظيم.
اذبح هذا الكبش بدلا من ابنك إسماعيل، فقد فداه الله به ليعيش. فقام سيدنا إبراهيم مسرعا وفك رباط ابنه وتسلم الكبش ليذبحه وهو يدعو الله ويصلي شكرا له على فداء إسماعيل. قال إبراهيم: الحمد لله رب العالمين. وقال إسماعيل: الحمد لله رب العالمين. أحبائي صغار، وإحنا نعيش فرحة العيد طبعاً كأطفال يهمنا أن إحنا نعرف أكثر عن عيد الأضحى المبارك وسبب تسميته، فاخترنا هذول الأطفال الأربعة اللي هم معنا الحين، وراح نوجه لهم بعض الأسئلة. وإحنا طبيعي اللي برا يعني معنا بالاستوديو واللي قاعد تشوفوا البرنامج راح نستفيد لما نشارك، إحنا نستمع للإجابة ومن الأطفال والأسئلة اللي راح نقولها. طبعاً إحنا السؤال الحين ممكن أي واحدة من البنات أو من الصبيان يعرفون الإجابة، ممكن ردون علي. إحنا نعرف إن يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام أمر إنه يذبح سيدنا إسماعيل عليه السلام. طبعاً نبي نعرف شلون يعني سيدنا إبراهيم عرف إنه لازم يقدم ابنه إسماعيل عليه السلام يعني تضحية ويعني ينذبح. شلون عرف سيدنا إبراهيم هذا الشيء؟ من اللي يقدر يجاوبني؟ لأن في المنام. يعني شلون يعني في المنام؟ هو نايم حلم انه يعني لازم يذبح. حلم يعني سيدنا ابراهيم حلم انه يذبح سيدنا اسماعيل. صح الاجابه؟ صح الجواب؟ لا يعني انا بيعني اقتنع صح ولا لا؟ صح صح صح. يعني طيب وضحي لي اكثر، وضحي لي اكثر. حلم سيدنا عيسى انه يذبح. مين امه؟ ماما؟ سيدنا عيسى. سيدنا ابراهيم. ابراهيم انه يذبح ابنه. صح شريفه الاجابه صح؟ صح. يعني شلون؟ طيب قوليها لي. فعلا سيدنا ابراهيم عليه السلام راى في المنام رؤيا، هي مو حلم يعني تعتبر اكثر من حلمها، رؤيا انه يجب يذبح ابنه ويقدمه تضحيه. فطبعا ثبت سيدنا ابراهيم كلام الرؤيا اللي شافها ويحاول يذبح ابنه صح؟ طيب نبي نسأل تصفيق للأطفال طبعا مو يعني ها زين. يعني احنا نبي نعرف ان يعني لما سيدنا اسماعيل اللي هو الابن عرف انه يعني ابوه يبي يذبحه، شنو اللي سوى سيدنا اسماعيل لما عرف سيدنا اسماعيل ان ابوه سيدنا ابراهيم يعني يبي يذبحه؟ فش اللي سوى سيدنا اسماعيل؟ خلي ماما غير تجاوب. ممكن يقولوا شريفة شنو اللي سوى سيدنا اسماعيل؟ ما اعرف. ما تعرفين؟ طيب هيما انت خلي شنو احد يعني احنا الحين كاطفال لما يعني امنا او ابونا يقولوا لنا اي شيء شو نسوي؟ ها؟ نطيعه. نطيع. طيب شنو اللي سوى سيدنا اسماعيل؟ نطيعه. منتهى يعني طبعا طاع امر يعني كلام ابوه. وش قال له؟ ما حد يعرف الايه شنو هي؟ ايش قال له؟ قال له افعل ما تريد. يعني قال له يعني لما قال انا يعني انا شفت في المنام اني لازم اذبحك، قال له يا ابتي افعل ما تؤمر، يعني انت امرت من الله سبحانه وتعالى انك تذبحني، انا راضي وممتثل لامر الله ولا عصى ابوه. عشان كذي الله سبحانه وتعالى نجاه صح؟ ونزل بعدين يعني ابتدى الله سبحانه وتعالى يعني جزاء على طاعته وامتثال الامر ابوه، ابتدى بذبح عظيم ومن يوم صارت الضحيه اللي احنا يعني نضحيها كل سنه. طيب في يمكن بعد سؤال، لما يعني
شلون الله سبحانه وتعالى نجى سيدنا إسماعيل؟ يعني إيش؟ نعم؟ أنزل له كبش. يعني شلون؟ أنزل له كبش. يعني لما فعلا لما سيدنا إسماعيل امتثل لأمر الله سبحانه وتعالى أو طاعة وامتثل لأمر أبوه، الله سبحانه وتعالى نزل من السماء ذبح عظيم وافتدى في سيدنا إسماعيل، وبهذه الطريقة نجى سيدنا إسماعيل من الذبح. وشكرا للأطفال، شكرا. يلا تفضل الحين، راح أعطيكم جوائز. طبعا في جوائز عندي هني. وفرحة العيد دائما هي بسعادة الأطفال، والسعادة اللي تكون أصلا أساسها الأطفال تكون سعادة كاملة، وهذا هو اللي يخلي دائما الإنسان يجد السعادة بابتسامة طفل حلوة، ابتسامتكم أنتوا. عموما الكبار دائما يحبونكم أنتوا كصغار، ولذلك نجد أكثر الفنانين الكبار يحبون يشاركون معانا. أبو عبد اللطيف، تعودنا نشوف لك عمل في كل سنة، والسنة هذه بالذات عشنا وياك حتى احنا الكبار شركان شركون. نعم. واللي هالكلهم يعرفون، يمكن لو طلبت الحين يغنون راح يغنون هالكلهم. فما ادري يعني شنو اللي تحب تشوف الاطفال اللي ينتظرون الكنيش، تحب تقول بالنسبه لهالش يعني شيء. والله ماما، هو بالنسبه للطفل خصوصا في وطننا العربي يعني ينقص كثير كثير، يعني اعمالنا اكثرها تركز على الكبار يعني ومشاكلنا الاجتماعيه. صح. يعني الطفل لحد الان محروم من بعض الأشياء اللي تخدمه، مثلاً توعي تعطي يعني بأمور الدين. صح. أمور صح. الحياة صح. نفسها بحب لأسرتها، حب الوطنة، حب البيئة اللي عايشها. إحنا ما هي إلا محاولات يعني، بس كثر خيرك يعني محاولات جماعية ومحاولات ممتازة فردية. يعني جداً زين. بدر الزمان السنة اللي هو شركان شركون، تعالوا ماما تعالوا عشان تشتركون أنتوا بعد. سلموا نعم. سلموا امي، تعالوا انت الشباب هالصبي يمي، تعالوا سلمتوا على الفنان خالد لعبي. طيب ابو عبد اللطيف، يعني تحب تنشدهم انت؟ انا اترك معاهم يعرفون يقلدونك، شنو اللي حافظينه من الاشياء اللي انت تقولها؟ شنو اللي عجبه وشنو اللي ما عجبه؟ ما ادري ايش اللي عجبكم في بدر الزمان؟ ها؟ شافوك ايش اللي عجبك بدر الزمان؟ شركان شركون. قولي قلدي لنا، شلون يقول شركان كذي وهو يقول؟ لا. شركان شركون له اربع عيون. يم. ايه لا خزك؟ لا خزك يضحك لو يقول له ممنون. كذي وش شركان حلو؟ تعالي تعال. يلا شو بتقولي، شو بتسوين انت؟ شركان شركون. بس شركان، يلا خلينا بس شركان اللي حافظينها. يلا شوف. شركان شركون اللي لها اربع عيون، لخزك تضحك لها وتقول ممنون ممنون. بعد واحد. يلا من الحبيب. وانت تعال تعال، انت شنو عجبكم بدر الزمان؟ شنو؟ انا ما تفرجت. ما تفرجت؟ طيب انت؟ انا شركان شركون. كلهم سعد، ما قلت لك يعني هو شركان شركون. صراحه يعني ابو عبد اللطيف، يعني شلون انت تقدر ما شاء الله عليك يعني تقدر يعني تغير شكلك كذي، يعني بحيث انه يعني شيء المفروض انه يخوفه، مع ذاك الاطفال يحبونه. يعني ما تشوف فيه الا سماحه يعني خالد العبيد، يعني هذه من عند الله سبحانه وتعالى. والجمل هذه ممكن الواحد يوظفها مع النص يعني بمعاونه الاخوان والزملاء اللي معاه. الله يلبسكم العافيه. طيب يعني شنو بعد؟ ما ادري، انا عندي لعبه للاطفال. اي نعم. هذه لعبه. طيب اي نعم، اشتركوا الحين اللي هناك معنا كلكم، اللي انتوا هني اشتركوا معنا في اللعبه اللي بيقدمها لنا الفنان خالد العبيد. القلم هذا كلكم شايفينه، شنو هو لونه هذا؟ احمر. حيل احمر. انا اقول اقدر اخليه يكتب ازرق. اي ساحر ساحر. من اللي قال؟ من اللي يقول؟ يقول انتوا يلا. يقول لكم القلم هذا الحمر يكتب ازرق. يكتب ازرق وهو حمر يكتب ازرق. شلون؟ شلون؟ يعني يمكن هم مو واضح عندهم ابو عبد اللطيف انه حمر، اشوف يمكن يحسبالهم انه هذا هو حمر. ها اها اشوف اشوف الله ما يخالي ناخذ باللي شو اسمه نكتب في هذه المقطات. ما اي نعم هذا هو احمر. صح؟ طيب شلون يبي يكتب ازرق؟ يكتب ازرق. تعال اللي عارف يجي بسرعة هني، تعال تعال كل اللي عارف يجي بسرعة، تعال تعال
شوف الأطفال أذكياء يمكن هم شلون يقدر يكتب أزرق يعني أزرق كلمة أز شاطر حبيبي أنت صبغ عافية عافية الأطفال أذكياء بس شوي يمكن مرتبكين شوية. طيب بعد شنو عندك تبي إيش اسمه يعني تقول الأطفال ما أدري بنشوفهم يعرفون قويين باللغة العربية ولا لا حطي منا الحين الأطفال يعني اللغة العربية هذه لغتنا يجب أن احنا نعرف اللغة اللي نزل فيها القرآن الكريم هي اللي يجب نعرفها بالمقام له صح ولا لا؟ نعم. في معنا أطفال كبار يعني فنمتحن ذكاء الأطفال باللغة العربية يلا يا بابا علم بلادي أزرقا أو أحمرا أستاذ خالد يسألكم يقول لكم خلينا نقربها نقول علم مثلا علم الكويت اخضر او اخضرا او اخضر اي نعم نعم اي اي يسالكم اسالهم انت اخضر احمر ازرقا اصفرا اسودا ابيضا اطلسا قمرديليا اللي عارف يجي يقول تعال تعال شو لا تعال تعال حبيبي انجابل انجابل تغط لا انزل من كذي تغط لا تغط علي ويلا احمر علم علم الكويت احمر غلط غلط طبعا الاطفال التصفيق اللي صفقونه ترى تحيه لك وتشجيع عندك شيء بعد أبوني. عندنا بعد لعبه ثانيه اي نعم نختبرهم باللغة العربية. وي صار امتحان ها؟ عسى ما نسقط عاد هاي لغتنا. من هو الذكي باللغة العربية واللي يحب اللغة لغتنا العربية. هذه لغتنا العربية الأصيلة يجب أن احنا نتعلمها نعم. لغة القرآن الكريم فأولا نتعلم الأول ونس بعدين نتعلم هذا صحيح. طيب يلا تفضل في سؤالك. الحين بنقول إيه؟ علم بلادي الكويت الله يعزها. آمين. أخضر أو أخضر أو أخضرا. الأستاذ خالد يسأل يقول علم الكويت أخضر ها بالضمة ولا أخضر كسر بالكسرة ولا أخضرا أنتوا عارفين طيب خد تعال صغيرون تعال خل شوف تعال جابلني جابل 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 مني هم يعني يطالعون الأستاذ خالد أخضرا أخضرا بالفتحة هذه غيره من يعرف ما يخالف إحنا ما ندري صح ولا غلط ما ندري تعالوا اركض تعالي أنت جاوبيني جاوبيني تعال تعال تعالي تعالي حصل طلع الكاميرا ضع كاميرا واخر من عند الكاميرا دي ها اخضر اخضر بالضمه زين بقت الكسره بعد ها تعالي تعالي اخضر ها اخضر زين شريفه تعالي بسرعه تعالي ركضي ركضي شريف انت اسمك شريفه تعالي ما يخالف طيب جاب لي جاب لي اذا ما عرفت يا ويلكم مني ها اخضر اخضر ويب الكسره ها اخضر اخضر استاذ خالد نعم اخضر لانها مضاف اليه اخضر لانها مضاف اليه مجرور بالكسره زين احنا دخلنا بدسره عربيه زين طيب نفتح شويه ما نغطي على استاذ خالد استاذ خالد يعني الحين هذا يعتبر امتحان للاطفال يعني باللغه العربيه لا طبعا هي لعبه هي لعبه هي يبقى علم الكويت ابيض واحمر واخضر وازرق لا واسود هو استاذ خالد قصده يسالكم لون علم الكويت لون الكويت علمها بس اخضر اربع الوان لانه الاخضر والابيض والاحمر والاحمر والاسود كبار معانا انتم الشباب كان ودي تشتركون فيه يعني بودي دائما هذا يعني ابيات الشعر اللي ماخوذ منها العلم علم الكويت اللي هي بيض صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا يعني الشعر العربي قال يعني تمثل علم الكويت بالالوان الاربعه هذه عموما يعني اعتبرهم شلون ساقطين احنا نصفق الاطفال ونصفق لابو ولي طيب شركان شرفون لأربع عيون شلون يعني تسويها اللي هل نقعد لأن أستاذ خالد راح يراوينا شركان شركون الحين يا ويلنا عسى ما ينادي لنا أم الدواهي يعني. الحين بنادي أم الدواهي شركان شركون بنادي أم الدواهي شركان شركون له أربع عيون لخزك تضحك له وتقول له ممنون ممنون ممنون
يصير ابو عبد اللطيف يعني واحد يخزك ويخرعك وتقول له ممنون اضحك له بعد. طيب ام الدواهي هذه يعني ايش شلون يعني طبعاً كانت تطلع لك او شيء من الكتاب طبعا إيه؟ من الكتاب طرفه او لعبه يعني إيه بس شلون الكتاب وكذي هذه طبعا دي نقول خاتون باتون زيتون على شويه حمص مدهون ظهر يا ام الدواهي حالا حالا ضحكت ام الدواهي نبي تعال هذا على كتاب يعني على فكرة أستاذ خالد أبو لسامي يعني في الأطفال كله يقولون يحبون أبو لسامي يقولون ماما نيسة الله خليش قولي لها بالنهاية لا تذبح بدر الزمان خلي تصير حليوة عشان إحنا ما نحب الشر لا في أحسن حاجة قالوا لي الأطفال قابلوني في حديقة عامة ليه أبو لسامي يسوون شر في رمضان وإنتي طيبة وبعدين بعض الأطفال قالوا لي تكفين أبو لسامي يساعدي بدر الزمان أي ساعة شوف شلون بعدين في أكبر أطفال أكبر كانوا يقولوا لي إيه شركان حيجوز نور الحياة أقول لهم لا يقولوا أشوى يلا ام الدواهي ضحكتك الحين شلون اضحك ولا اقول لا ضحك ام الدواهي كيف اقول انا قولي ام الدواهي انا ام الدواهي اقول ايه ضحكت انا ام الدواهي ولا اقول خاتون انا ام الدواهي طيب اقولها بقى ايوه امرك لله انا ام الدواهي في الشر تلقاني وفي الخير ما تعرف مكاني اخذ هديه ولا لا نعم لا ولا ايه الهديه صراحه تستاهلون كلكم يعني هو عموما يعني احنا نمدح الكل صراحه يستاهلون بس الشغلات اللي يطلع فيها الاستاذ ابراهيم يعني عبد الرحمن الشايجي نعم بالشغلات هذه وايد حلوه متخصص الشايجي للشغلات هذه الله يلبسكم العافيه الله يطول العمر بعد يعني ما ادري شنو تحب احنا سعداء بوجودك معنا صراحه في يوم العيد ويودنا تقول يعني تحب تقول شيء انت من عندك انا بقول لهم نكته سمعوا يا هالة النكته اللي بيقولها استاذ خالد يلا اكو حرامي قاعد يبوق والشرطي قاعد يطالعه ليش ما يقضبه عدلي عدلي ابو لطيف ماكو شيء يفوت على اللي هذا حتى احنا اللي ما نعرفه ها يعرفون عموما احنا يعني كلمه بعد اخيره بتقولها اللي هذا انا اقول لهم عساكم من عواده وكل عام وانتم بخير والساده المشاهدين وعسى الله يعيد علينا وعليكم بالخير والبركه وجميع الاخوان جميعا بالتلفزيون اللي ورا الكاميرات يعطيهم العافيه واللي فوق بالاستوديو الله يلبسهم ويساعدكم على هالاضاءه هذه وكل عام وانتم بخير يا ماما وانت بالصحه والسلامه ويعود عليك شكرا. بخير ان شاء الله يا السلام عليكم مع السلامه كيف الخير يمكن الأطفال يتصورون إن مدام إحنا بنأخذ عيدية من أهلنا يعني ممكن بعض الأطفال يتصورون إحنا ممكن نرد العيدية هذه يعني نشتري هدية ونقدمها لأمنا والأبونا أو لأي حد من الناس اللي إحنا نحبهم ترى والي هذه ما يبونها من أهلنا أهلنا يبون منا الابتسامة الحلوة والطاعة ودائما نكون مثال طيب للأخلاق الزينة ساعتها راح تكون هذه أغلى وأحلى عيدية ممكن أقدمها لأهلنا وللناس كلهم لكن هذا ما يمنع أن احنا نختار بعض الأطفال عندنا أربعة أطفال ممكن يجون عندنا هنا عشان احنا نلعب لعبة ونشترك يعني فيها كلنا اللي طبعا يطالعون واللي يبتدون يلعبون تعالوا ماما عندي هنا معنا أول نجاب الكاميرا عشان تبينوا ويوهنا عندنا الحين أنتوا طبعا الكلام للكل ولكم أنتوا بذات اللي راح تلعبون عندنا تشوفون هنا بطاقة ثنتين ثلاث أربعة كل واحدة منكم كل واحد منكم يلا أنت وقف حبيبي هني وأنتوا كل واحد عندكم علبة ألوان طيب خلنا نوري في علبة ألوان طبعا اللون اللي أنت تحبه أمسك
راح يبتدون الأطفال الحين وانتم تسمعون كلامي تبتدون، راح كل واحد منكم يرسم بطاقة معايدة، زين؟ افرضوا ان انت بتقدم بطاقة المعايدة لأمك، لأبوك، لأختك، زميلك، انت بتقدمينها لصديقتك، يعني بطاقة معايدة حلوة مو شاريتها من السوق، انت كاتبتها ورسمتها. راح اعطيكم وقت ونبتدي نشوف كل واحد شنهي الكلمات الحلوة والرسمة الحلوة اللي راح يسوي منها هذه البطاقة، وبعدين نحكم الأطفال نشوفون اللي سواها أحسن. يلا نبتدي، عندكم علبة ألوان ونبتدي ترسمون وتكتبون اللي تحبون تقدمون، يعني الكلمات والرسم اللي تعجبكم. إحنا طبعاً الأطفال بنتتبع نشوف منو اللي منهم راح يعني يقدر يرسم أو يكتب يعني أحلى بطاقة معايدة. وتقولون لي حق من تبي توجهون، يعني كل واحد يبين اللي من هو موجه هذه البطاقة. بس بسرعة حبايبي. نخليهم يرسمون، نبني واحدة من تعالي صغيرونة، تعالي نبي نخليها تسوي لنا شركان شركون، تعالي مزنة، تعالي فوق، تعالي طلعي أشوف، تعالي حطوك بلا سامسة، نبي على ما يرسمون اللي أنا أشوف نكتبه. تعالي تعرفين تسوين شركان شركون مزنة؟ يلا حيل قولي شركان شركون مسا سويتي حلو. طيب الصغير اللي صغر منك تسويها؟ من يعرف يسوي شركان شركون؟ لا ما أبي الكبار، أبي الصغار كلش الدقدق هذول اللي أنت في اللي تعرفين؟ طيب تعالي خلي اصبري خلي اشوف، تعالي تعالي يلا مزنة اشوف حيل. يلا تعرفين تسوي شركان شركون؟ يلا تعرفين؟ يلا الرحم عندك، يلا مزنة ما تعرفين؟ ما تعرفين؟ ايش كنتي تسوينها كذي شلون؟ يلا الرحم محلك شكلك، طيري طيري محلك، يلا يلا طي نزلي نزلي طبي ابا مو عالي مو عالي، طبي 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 خلينا نرجع للصغار نشوف شو قدروا يعني يرسمون معايدة حلوة. بسرعة يما، بعد لكم حوالي كذي يعني أقل من نص دقيقة، يلا نشوف المعايدة اللي رسمتوها شنو. شكرا شكرا اعتقد طيب كل واحد يقعد يرسم، اعتقد يعني هي المساله ما تبيلها يعني هالكثر وقت، اكثر ما تبيلها التركيز او يعني توضيح من الاطفال بسرعه. كل واحده ماما تخلي العلبه، خل حبيبي العلبه انت خلها ما خلها تحط خل محلها احنا نشيلها بعدين، وانزل وجاب له جاب له كل واحد ياخذ يعني جانبي شويه جانبي شويه جانبي. ايش كتبتي انت ايش رسمتي؟ ها رسمت رسمتي شنو؟ أرنب. أرنب إيه؟ وبعدين إيش كتبتي؟ كتبت أم الحبيبة أكتب لك بمناسبة العيد الأضحى الكريم الذي ينزل على الإسلام المسلمين، مبروك. مبروك زين؟ هذه معايدة، هذه البطاقة اللي كتبتها أختكم زين؟ طبعاً هني يعني أنت بأي صفحة؟ أنا بقول متوسط. ولا متوسط المفروض إحنا يعني نكون إملاءنا أقوى مو كذي؟ عشان مستعجلة. طيب خل نشوف اخوكم هي انت ايش رسمته يعني كذي جاب الكاميرا يلا يلا رسمت ورده هون
حق منو هذه المعايدة انت بتطرشها؟ حق بابا. حق ابوه؟ بالعيد. طيب خلينا اني اخذكم هي، انت بعدها تغطين عليها. شنو رسمتي؟ ايوه رسمت ورده حمراء وكتبت ورده حمراء لك يا امي لكثره حبي لك. اي طيب جاب الكاميرا بعد ما ورده حمراء لك يا امي لكثره حبي لك، هذه هي اللي اخذتكم اكتبها. طيب نشوف شنو رسمتي انت لي؟ انا رسمت ورد. لا طلعينا، طلعي الكاميرا واحنا. ايوه رسمت ثلاث وردات، وحده زرقاء واثنين حمر. وكتبت كل عام وانتم بخير. لحق منو هذا البطاقه؟ لحق لكل المجتمع الاسلامي. حلو طيب الاطفال الحين منه اللي يعني البطاقه المعايده نعتبرها يعني هي الفائزه؟ اي لا ترفعون يدينكم، اشتروا قولوا لي رقم لنعتبر. 1 2 3 4 رقم ثلاثة، وبعد طيب رقم ثلاثة يعني رقم 1 و2 مزينين ولا شلون يعني؟ لا مو مزينين، بس محاولة منهم. خلينا نقول رقم 1 و2 محاولة جيدة، لكن في أحسن منها. نقول رقم ثلاثة هي يعني رقم ثلاثة وأربعة أحسن. رقم ثلاثة كتبت وردة حمراء لك يا أمي لكثرة حبي لك، هذا دليل على حب الأطفال لأمهاتهم، تعتبر فائزة. زين رقم أربعة تعتبر الثانية. طيب إيش رأيكم؟ أنا أقول يعني ما أدري رأيي أنا أن رقم أربعة مثل رقم ثلاثة، يعني رقم ثلاثة هديتها أو بطاقة المعايدة للأم، ورقم أربعة قالت للمجتمع الإسلامي كله يعني لكل المسلمين، إذا تعتبر مثل يعني مثل رقم ثلاثة ولا لا؟ أنا ما يعني ما أفرض عليكم، أنتوا إيش رأيكم؟ لما واحد يقدم معايدة لكل المسلمين ويطلب أن الله يعود عليهم العيد بخير، مو زين هذا؟ زين ولا لا؟ طيب خلاص، إذا إحنا الأثنين نعتبرهم كلهم فايزين، ثلاثة وأربعة ونصفق للكل، وحتى تصفيق لهذا. احنا دائما يعني تعودنا احنا كأطفال نحب الخير لكل الناس، فأي إنسان يقدم حتى ولو كلمة طيبة للناس نعتبرها هدية حلوة، ونقول إن شاء الله يكون عيد على الجميع إن شاء الله، خصوصا لما الله سبحانه وتعالى يسمع من قلوب الأطفال. وبعدها راح نشوف لنا لعبة ثانية أو مسابقة ثانية. يلا نستعد للمسابقة. المسابقة راح يجوني فيها اللي مستعدين، تعال الكل فرح. يلا ماما تعالوا ونشرح المسابقه، واحنا يعني الاطفال الصغار بلا ساميه، ابلا ساميه الصغار هذول النكنك الصغار وينهم الحين؟ احنا طبعا كلكم بالعيد لا شك يعني الاهل شرعوا لكم هدوم، البنيات والصبيان. يمكن الصبيان دشداش تكون قز والبنيه اكثر تكلفها، او بنطلون وقميص البنت ايضا تكلف هدومها اكثر. عموما احنا ودنا بعد اليهال اللي معانا ناخذ شم ياهل ونفصل لهم هدوم. كل واحد منكم راح تفصل يعني الولد او البنت والبنيه راح تفصلون هدوم العيد حق اربعه اطفال، كل واحده تفصل حق ولد. اللي تطلع تفصيله بدلتها احلى وتخلصها اسرع هي راح تاخذ الجائزه الكبيره. فمع هاتي لنا اربعه اطفال، اعطونا خالد ومشاري. خالد ومشاري وين خالد؟ تعال محمد، يلا تعال محمد، انت مسكيها لصغيرونو الحليه، تعالي انت وانت مسكيها لصغيرونو. تعالي مزنه، تعالي مزنه، تعالي وانت فصلي المزنه هي سرعه بخير يكون شنفنوف صغيرون. يلا يا مزن، ايوه تعالي انت صغيرون حلوه، تعالي بس امي بس حبيبتي بس 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 ماما بس تعالي. يعني بتفصل لها احلى من نفنوفها، ما انتم مفصلين الحين. اعطوني الاوراق التفصيل هناك، انتم كبار زين، اليهال راح يظلون واقفين هنا، كل واحد راح يبتدي ياخذ يفصل بدله حق الطفل اللي معه. زين كل واحد خلوا عيالكم واقفين هنا وروحوا خذوا، عندكم اربع يعني ورق ملون حلو وعندكم مقص، يلا ابتدوا فصلوا. واليهال بيظلوا معي، نزلي حبيبتي انت شوي، نزلي ماما روحي منا، روحي امي، روحي نطروا محلكم عشان يخيطون لكم ثياب هني، عشان يخيطون لكم ثياب حق العيد. يلا اللي يخلص قبل ويصير يعني تفصيلته احلى هو اللي راح ياخذ جائزه. زين Thank you.
الحين راح نلعب لعبة جديدة. اللعبة طبعا متوقعين ان الاطفال الصغار هذول هم اللي راح يلعبونها. صراحة هذول الاطفال راح يتلقون هدية العيد عبارة عن ملابس. الملابس راح يخيطونها لهم. تعالي تعالي صغيرونا، تعالوا الكبار انتوا، تعالوا الكبار. في اربعة اطفال كبار راح يحاولون يخيطون هدوم للاطفال الصغار. زين، نترك كل واحد من الاطفال الكبار ياخذ طفل صغير عشان يلبسه، يخيط له طبعا، يقص له من الورق اللي موجود نفنوف او بنطلون او بدله وشي، ها، ويلبسها له. اللي راح تكون تفصيلته احلى وراح يخلص قبل هو اللي راح ياخذ الجائزه. معاكم اطفال اربعه واترككم الحين، يلا راح اخذ الصغار وانتم بتدوا خيطوا شو اسمه طبعا ورق ومقص ودباسه عشان يدخلوا فيها ملابس. قاعدين ننتظر النتيجة الحين، ها؟ المهم يخلص الابن، مو شرط يكون مدخل. يلا اوكي، بس ماما بس لا جاب لي شيء. تعالي منتج عموما يعني بعض اللي ما لبس، قاعد صبري صبري صبري، اللي ما لبسوا لهم عليه، ما فصلوا لهم، ما عندهم ثياب للعيد. عموما احنا هني لاحظنا اسرع، ها اسرع لبست، يعني قصت لها هو مو نفنوف عاد كلش نفنوف. صدق اشوف هذا النفنوف احلى ولا هذا احلى؟ هم هذا احلى ولا هذا احلى؟ الاولاني احلى. هاي شنو اسمك انت؟ هديل. هديل شاطره، ها. عموما احنا هني بعد يعني اشوف خياط خياها، شو ما ينفع، لا ينفع. كنا اللي لبسونهم بالحديقه حق يخوفون فيهم الطيور هذول. شو اسمك انت؟ عبد الرحيم فخري. عبد الرحيم، طيب انت هذا شنو اللي مسوي لها نفنوف؟ زين ولا مو زين؟ مزنه هذا حلو ولا تبكي؟ شيله 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 عندنا، خلاص خلاص. عموما احنا حبينا بس يعني نخلي اليهال او نستانس مع بعض، عرفنا ان في مقدره من الاطفال يعني في تفكير. مثلا ما ممكن نفنوف مدبس يلبس كذي، اخوكم عقب ما لبس البنيه على طول دبس النفنوف. احنا نصفق للكل الصغار والكبار. وين الله اشوف، شوف
حلوه بنتك محسن. انت ايش اسمك محسن؟ عبادي ولا محسن؟ عبادي. عبادي بدلتك حلوه هذه ولا هذه احلى؟ عبادي. عنجري. انت عبادي ولا عنجري؟ عنجري. انت بدلتك هذه احلى ولا هذه قبل احلى؟ هذه احلى. ها هذه احلى. يلا حدنا خل اشيلها من عليك اشو ونصفق للكل. يا امي خذوا جوائزكم. يلا حدي اخذ جائزه صغيره. يلا صفقوا لي الصغار وعلي الله اسمك صفقوا لهم ما بالعذاب. يلا صفقوا لهم حيل. يما صفقوا اللي اشتغلوا صفقوا لهم حيل. عيدكم مبارك وان شاء الله دائما تكون الفرحه حلوه معاكم وتزيد الاعياد بحول الله. احبائي الصغار ابيات حلوه نقراها. بلدي يا ام الدنيا يا حبيبتي يا الكويت قلبي وروحي وعقلي وحياتي يا الكويت. تعالوا نسمع ونستمتع. شكرا للموسيقى والحين. طبعا راح نلعب لعبه. اللعبه عباره مثل ما شايفينها معانا يعني 8 أطفال كل 2 يكونوا فريق بنتين ولدين ولدين وبنتين. الحين قدامكم انتم اللعبه لكم كلكم. طبعا ابله سامي راح تبتدي تربط العيون. طبعا كل واحد كل فريق قدامه صحن. الصحن فيه فواكه حلوه ها نظيفه وحلوه وبارده ولذيذه. ها وانت اعتقد يوعى الحين. الحين اللعبه هذه كل فريق منكم مثلا هنا هذا الولد احنا نشرح اللعبه للي يعني قاعد طالعون البرنامج ولا اللي هم بيلعبونها عارفينها. انت عيونك مربوطه بسم الله على عيونك. ها وانت عيونك مربوطه راح يحبس مو انت اللي تاكل. اللي ياكل اخوك يعني اللي يوكلك اخوك راح يدخل يدينا كذي زين ويشيل خاشوقه ويحط بحلجك الاكل. فاهمينها انتم طبعا. ها اللي يشوف يقول لي اشوف. يعني مو اللي قدام انت راح تحط يدينك في الصحن وتاكل ولا انت ولا انت ولا انت اللي هناك. وقفي وراها واحد ورا الثاني. الجدامي راح ياكل طبعا بس ايدين اخوه هو اللي راح توكله. ايدين اختها هي اللي راح تاكلها. زين كلكم تشوفون اشوف. اربط عيونك عدل. يلا سهله. إيه. يلا اشوف اشوف عينان اربط لك اشوف ما يخاف اشوف. ها عدل حط عدل تشوف. يلا اطفال شاطرين ما يكذبون اسم الله. صبروا صبروا لا تستعجلون على الاكل. صبروا لا تستعجلون على رزقكم. صبروا. يلا الحين كل واحد يستعد اقضب ايه استعداد دخل يدينك. ايش اصبر بالعداد عدلته. شوف لما نبتدي نقول اقول لكم ابتدوا. يلا مع الموسيقى 1 2 3 يلا.
بغيت ندعس بيكم، قلت يمكن احد يحط بحالجي خوشيقه ولا شيء يعاني. شلون اشويكم؟ اشوف على كل حال راح اعطيكم. يلا افتحوا عيونكم، افتحها افتح، لا تخافون، ما يعني ما في شو اسمه، الاكل نظيف مثل ما قلت لكم، كل واحد ياخذ كنفسه عشان هم بعد تبون اخوانكم يمششون حلوتكم. هاكم هاكم خلا شو ايه، مو هذا الحين مفرحه وحسبه لهم كلو، بس اللي خلص قبله واكل قبل هو اللي ما راح نعطي هديه، صدق ولا يصير العكس؟ منو اللي نعطي هديه الحين؟ مين ماما اللي اكل عطل؟ كلهم؟ خل نروح نشوف. مع الاشاره راح تبتدون كل واحد هني، مش اشوف هني المشبك، الصحن في اسود، مشبك اسود واحمر واخضر واصفر، ها؟ في بنتين هناك قاضبين حبل، مع الاشاره مع الموسيقى كل واحد فيكم يحاول يطلع بحلجه، بحلجه المشبك، ويطير طبعا لما يوصل عاد، مو بحلجه يحط المشبك على الحبل، لا بدينا، ويرجع مره ثانيه، لما نعطي الاشاره النهايه نشوف منو اللي قدر يركب مشابك اكثر، هو اللي راح ياخذ الجائزه، والباقي معكم، زين؟ يلا عاد، مع الاشاره مع الموسيقى نبتدي، يلا. لا مو بايدك، مو بايدك، بحلجه، يلا. بالعدل مام، بالعدل بالعدل، امس اشو طالع الكاميرا، طالع روح اشوف يلا مش حلجك، تبي تودي المشابك البيت، هذا اللي انت شاطر فيه، الحين على هاللوية وعلى هالذيه نبي نشوف، طالع الكاميرا، طالع الكاميرا البنيه، ما حالك تقول يمكن احطوا لها بودره البنيه، ها يلا ما الحين طالع الكاميرا، نبتدي نقوم بعمليه العد، بس لا ماما لا، يلا فعدل طالع، بس انا لو ادري ما اعطيتكم تمششون، خلوا نبي نقوم بعمليه العد، زين نبي نقوم، طيب ممكن تعدلي، ممكن تعدلي، عدلي الاحمر كم واحد محطوطين لحم، اي عدهم كم كذي، واحد أربعة خمسة سبعة تسعة 11 12 الاحمر، زين اللي هم منو الاحمر انت، زين صدق توديهم بيتكم، ها طيب عدلنا الاسود اللي هم انت ماما سبعة، زين الأسود سبعة والأحمر 12، طيب الأخضر سبعة. الأخضر سبعة. عديتهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس، والأخضر سبعة، طيب البنية الأصفر ثلاثة عشر، الأصفر ثلاثة عشر، البنية الأولى زين، البنية الأولى الأصفر وانت الاخضر، يعني العربي والقدسيه فازوا، ها احنا راح نعطي نقول البنيه الجائزه الاولى اللي هو الاصفر
والاخذوا الجائزه الثانيه وانتم تعتبرون الجائزه الثالثه على اساس انتم جاهزين. يلا طير خذ جائزه صغار وقدوم. الفرحة دائما معانا، وأتمنى أن تكون الحياة كلها حلوة بالنسبة لكم، وراح نقضي الحين فترة حلوة مع فريق الموسيقى بهذه الهدية الحلوة للعيد. نسمع طبعا في عندنا لعبة حلوة ممكن نشترك فيها مع بعض، وين نشوف الأطفال هناك ونروح نشوف شنو هذه اللعبة. طبعا الكلام موجه للأطفال اللي معاي والأطفال أيضا اللي قاعد يشوفون. حطوا بالكم للعبة هذه زين. اللعبة هذه في رسام فنان، لا تغطون عليهم، ها مثل ما أنتم واقفين. الرسام كبير فنان، ها الرسم لوحة، اللوحة عبارة عن فنار مثل ما انت شايف. طبعا تعرفون الفنار اللي هو يعني يبنونه علشان يكون داخل البحر ويكون عالي، علشان يعني يكون السفن اللي تي في تريكات فوق علشان يبين فالسفينه ما تصطدم في البحر، يعني يكون مثل الاشاره تعطي زين. الفنار هذا الرسام رسمه. الحين انتوا كل واحد فيكم يقدر يطلع لي كم غلطه بالرسمه. طبعا الرسمتين مثل بعض، ناخذ مكاننا قبل، ناخذ مكان عدل، وكل واحد فيكم يطلع لي زين. تعال انت صغيرون وريني، افكرتوا انتوا هذا الطلحي؟ قول لي وين الغلطه وانا اشيل لك. ها البنايه الخضراء هاي شنو؟ البنايه هذه نعم؟ شنو هي؟ اي شنو فيها غلط؟ هذه يعني هذه الصوره المفروض مثل هذه. ها الدرايش واحده مني وواحده مني. يعني اي درايش اللي هما كذي هذول؟ اي منهم الدرايش هذيله؟ اي الواحده الثانيه الثالثه؟ اي كلهم كلهم غير هذول. زين وبعد زين غيرها بعد ايش تعرف شو؟ تعال انت ورينا شو. السيارة ايش فيه؟ له خطين هان وهان خط.
هني خطين الاريل وهني خط واحد. طيب غيره غيره تعالي تعالي اشوف تعالي صغيره لحظه خل تخلصوا بعدين هاي ما اي الاريل ولا الباب الاريل زين. طيب تعال وين اللي تعالي تعالي انت ولا تخطون امي عشان نشوف شنو هي؟ يعني يون هني السماء كبيرة وهني السماء صغيرة؟ لا هي. اي اي هي يعني هني في كسرة هني في كسرة تقصدين السماء وهني ماكو شيء. زين طيب بعد اشوف. لا غيرك غيرك تعالي تعالي تعالي. الباب من هني والباب من هني. الباب هذا ولا هذا؟ هذا هذا الغلط؟ يعني هذا الباب مني وهذا الباب صاير مني؟ طيب وبعد اشوف تعالي. ادنو ادنو ماما ادنو ماما عشان تبيد هات شنو هذا الباب عدل وهذا هذا مو عدل. ايوه هذه ولا هذا اي باب هذا ولا هذا هذا ها هذا وين العدل هذا عدل وهذاك منعوي زين. بعد في اخطاء وايد فيها ما قلتوا للحين ها تعالي انت تعالي راوني تعالي هذا اي ها البيت هذا غير عن هذا اي اي هذا كسر واحد البيت هذا يختلف عن هذا. طيب اقفوا شويه ماما افتحوا ما تعال طيب تعال وسع المكان شوي تعال اشوف انا الحجره وسيعه اي حجره اي منهم الحجره هذه وسيعه وهذه صغيرونه. طيب تعال محلك عموما تعالي امي تعالي اللي تعالي بسرعه يلا وسع هذا الشباك كبير وهذا ايه اللي هني ولا اللي هني لا هذا الفوق اللي هني اه هذا شباك كبير وهذا شباك صغير. طيب وسعوا شوي المحل انا اللي ملاحظه ان الاطفال الصغار يعني يركزون على الاشياء اللي فعلا هي ما هي واضحه تماما يعني هذه اكثر من عندنا احنا الكبار يعني بينوا لنا اخطاء حتى احنا ما كنا عارفينها. عموما الاخطاء مثل في خطا كبير يعني واضح ومع ذلك ما قدرت تطلعونه عرفت ايهو تعال الصفرة كبيرة وهي صغيره الصفرة كبيره وهذيك صفرة صغيره وبعد هاي إيه؟ صح هذه الصخرة اللي مبني عليها الفنار هذه كبيرة يعني فيها خمس أماكن إنما كبيرة وهذه أكثر بس صغيرة ها هذه واضحة أول مرة تقول أخذكم. طيب شنو عرفتي بعد أنت هذه الطراد هني وهذا كبير الشراع كبير وهذا صغير يعني الطراد البوم هذا الشراع كبير وهذا شراع صغير مثل ما قلت هاي امها في شيء بعد العصفور هذا كبير وهذا صغير العصفور كبير وصغير وبعد العصفور هذا واحد اتجاه واحد هاي الصوب وكذي والعصفور الثاني هاي الصوب يعني في اخطاء كثيره مثل ما قلت لكم واضحه. بعد في شيء تبي تقولين شنو امها انا العمود اللي في البيت انا واحد وانا اهلي العمود هذا اثنين كبار وهذا اثنين صغار بعد في شيء ها هاي امها هذا الاريل في واحد وهذا اثنين ايوه هذا الاريل في خط واحد وخط اثنين مثل ما قلت لكم. عموم يلا الحين عاد جابنا الكاميرا الحين شبعنا من الفنار صوره الفنار الذي نبي نشوف لا نبي نشوف ويوكم نص دائره نص دائره نبي الحين ويوكم يشوفونها اهلكم والناس يلا. عموما مثل ما قلت لكم الاطفال الصغار في اخطاء كثيره ولهذا قدروا يطلعون اكثر من ما حتى متصورين وطبعا هذا يدل على ذكاء الاطفال. راح نصفق لهم كلنا وراح نعطيهم الجوائز بعد يلا كل واحد ياخذ جائزه طايره يلا الحين يلا نصفق لهم يمه يلا صفق لهم مع الموسيقى لا 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 يبا لا أحبائي الصغار وينتهي لقائنا اليوم وأتمنى أن لا تنتهي الفرحة من قلوبكم أبداً
وتكون دائما حياتكم عبارة عن أعياد متواصلة. ومرة أخرى نهنئ الأمير الوالد بهذا العيد السعيد وولي عهد الأمين وكل إنسان عربي مسلم مخلص على أرض الكويت الحبيبة، وأتمنى لكم الخير إن شاء الله، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير.